بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الحج سمي بالحج الأكبر، والحاصل فيه قبل ما نتعرض لحكمته هو أنه قد جمع بين العبادات التي قد أمر بها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه. نرى في الحج الصلاة، نرى فيه الصيام، نرى فيه النفقة المالية، نرى فيه الذكر، نرى فيه الدعاء، نرى فيه النذر، نرى فيه الذبح لوجه الله تعالى، نرى فيه كل شعائر الإسلام التي يعبد الإنسان ربه بها موجودة في الحج. ثم يزيد على ذلك الطواف، ويزيد على ذلك الرمي، ويزيد على ذلك عرفات، ويزيد على ذلك المبيت بمنى، ويزيد على ذلك كل المرور بالمزدلفة إلى آخره. نعم. فالحج في الحقيقة قد جمع كل عبادة في الإسلام. يا سلام. ولذلك سمي بذلك الحج الأكبر. الحج الأصغر والحج في اللغة معناه القصد هو العمرة. القصد هو العمرة. هو الحج الأصغر. فهو الحج الأصغر لأنه لا يشتمل على ما اشتمل عليه الحج الأكبر من عرفات ومن منى ومن مزدلفة ومن الرمي ومن أشياء من هذا القبيل. ولكن العمرة في الحقيقة هي إيه؟ الصورة المصغرة للحج، أو هي التي تختص بالطواف وتختص بالسعي وتختص بالحلق وتختص بالإحرام إلى آخره، وكل ذلك موجود في الحج ويزيد. فالحج فيه الصلاة والصيام والزكاة والنفقة المالية والعمرة، وفيه أيضا الذكر والدعاء والذبح والكفارات والنذور كل ما عبدنا به الله سبحانه وتعالى في هذه العبادات التي يمكن أن نسميها بالعبادات المحضة موجودة في الحج. إذن فيمكن أن نقول وهو قد فرض على المسلم ولو مرة واحدة في عمره أنه ملخص الإسلام. ولماذا مرة واحدة فضيلة الدكتور؟ لأنه شاق، والتكليف على قدر الاستطاعة. ولذلك فالحج يفرض على من استطاع. نعم. أولا بدنيا، ثانيا ماليا، صحيح، ثالثا الطريق أن يكون آمنا، وبهذه الثلاثة فسرت الاستطاعة، من استطاع إليه سبيل. نعم. إذن فالحج هو بؤرة الإسلام. عارف لما الأشعة تنزل كده وفي بؤرة معينة، ملخص مركز أو الحج ده مركز الإسلام، ولذلك توجهنا فيه إلى مركز الإسلام. ما هو الصلاة، يا سلام، الصلاة مكة. بنروح فين؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإذا مكة هي مركز الإسلام لبداية الدعوة فيها، ومكة هي مركز الإسلام لتوجه المسلمين حولها في صلواتهم في كل يوم وليلة، ومكة هي مركز الإسلام باعتبار أن بؤرة الإسلام وملخص الإسلام وهو الحج الأكبر موجود فيها. فهذا هو حكمة هذا الركن الذي هو ركن من أركان الإسلام. يعني لا يجوز للشخص الذي بدنه صحيح وماله حاضر وطريقه مأمون أن يتخلف عن الحج، كشأن الصلاة وكشأن الزكاة. فإذا مات آثما ذلك القادر كذا. الحج ركن من أركان الإسلام طبعا، وهو أيضا المؤتمر العظيم لجمع شتات المسلمين. فكل المسلمين في الأرض يتوجهون إلى الحج. ولذلك لما أرادت المملكة العربية السعودية أن تنظم شأن الحج حتى تيسر على الحجاج أمر دينهم، فإنها لجأت إلى التنظيم من خلال منظمة التعاون الإسلامي التي تجمع 57 دولة إسلامية محيطة بمكة، من طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانة كما يقولون. نعم.
احنا عندنا في العالم كله 196 دولة، لكن 57 دولة منهم هي دولة إسلامية. فقالت كل دولة طبقا لعدد أفرادها يبقى في 1%. فاحنا مثلا 90 مليون في مصر يبقى 90 ألف. وماشي الأمور على هذا، ان احنا ما نزيدش عن هذا. ووضعت أرقام تعدل كل 10 سنوات لزيادة السكان وكذا إلى آخره، فكان ذلك عدلا. منظمة التعاون الإسلامي أيضا قامت بواجب كنا ندعو فيه ولا نراه في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وهو أن الأضحية الفدو بتاع الحج اللي هو الدماء كنا بتترمي وكانت تنتن اللي هي اللحمة بتاعة الهدي. نعم. فدخلت بقضية السكوك اللي بعد كده أنا فعلا بدبح في مكة وفعلا بهدي في وقت الحج كله تمام، ثم بعد ذلك بترفع هذه اللحوم إلى المسلمين في أركان العالم، خاصة الفقراء من المسلمين تصل إليهم طيبة، ويبقى في ذلك تعاون إسلامي فعلا حتى لا تفسد تلك الشعيرة الجليلة، وحتى يؤدي الحج مهمته في إطعام فقراء المسلمين كما أراده الله سبحانه وتعالى. طيب